يقول: هل اعتزال الناس في أوقات الفتن إذا علم المسلم أنه لا يستطيع أن يقاوم هذه الفتن واجب؟ الاعتزال على قسمين. القسم الأول الإنسان الذي ما يستطيع، ما عنده علم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين للناس، هذا يعتزل لأن اختلاطه بالناس ضرر عليه، ما عنده علم. أما النوع الثاني الذي عنده علم ويستطيع يبين للناس ويدعو إلى الله، فهذا لا يعتزل، هذا يختلط بالناس ويبين لهم، اللي يقبل الحمد لله واللي ما يقبل يبري ذمته ويقيم عليه الحجة.